بتعاون ما بين منظمة طلائع البعث ومديرية التربية بدرعا، وتحت عنوان الأيادي المبدعة ترسم بحروف من نور، أقيم على مسرح المركز الثقافي فعاليات الملتقى الفني السابع للأطفال، حيث تضمن الملتقى افتتاح معرض من الأشغال اليدوية ومخلفات البيئة من إعداد الأطفال، بالإضافة لفقرات تراثية فنية أداء عدد من طلاب المدارس. الملتقى يضم عدة فعاليات. اليوم الأول تم عرض أزياء للتراث الحوراني، وبعدها افتتاح المعارض الفنية، وبعدها البدء بفعاليات الملتقى. طبعا تم عرض فقرات فنية، تم عرض محاور الملتقى حول فنون الأطفال. المعارض تتحدث عن الخامات التي يستخدمها الأطفال بوحداتنا الطليعية. الخامات طبعا الأعمال كانت للأطفال المتميزين والموهوبين. اليوم كان لنا مشاركة بفقرتين، إحداهن عرض أزياء حوراني، والأطفال شاركوا لابسين الزي الحوراني طبعا، وبيمثلوا عدة فئات: الشاب، العريس، العروس، الأم الحورانية، الجدة الحورانية، الجد، الأب، كيف كان لبسهن. وكان عملوا عرض أزياء مع بعض يعني هيك حركات فنية. كثير أنا مبسوطة بملتقى الأطفال، ويعني حبيت إني أشارك. وكان اليوم دارنا دار لبس الحوراني، ومثلنا لقطة صغيرة عن تمثيل الحوراني. لابسة أنا لباس حوراني شماخ، كنا مبسوطين ومثلنا عن الحوران. كما تضمن الملتقى محورا أدبيا موسعا يتحدث عن أهمية تنمية مهارات الطفل ومساعدته على إبراز مواهبه من خلال ندوة قدمها عدد من الأساتذة الجامعيين والإعلاميين العاملين ضمن المحافظة. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا.